تصريحاتك عن ثورة يناير؟ لا ما ندمت على أسلوبي في التعبير عن رأيي، لكن ما ندمتش أبدا عن رأيي نفسه، لأنه رأيي أثبت صحته في الآخر، لأنه مش رأيي برضو، دي حاجات أنا شفتها على الإنترنت من بدري. شفت بالتواريخ ديفيد آيك، حاجة اسمها راجل اسمه ديفيد آيك عامل حاجة اسمها Secrets of the Matrix، 11 ساعة كده، شفناها أنا وابني على اليوتيوب سنة 2004 2005 حاجة كده بالصدفة البحث، فلقيناه بيقول تاريخ الثورات بتاعت الربيع العربي، وإنها تونس وبعدين مصر وبعدين مش عارف. حتى ابني في نوفمبر 2010 قال لهم في المدرسة ده في ثورة هتحصل في مصر بالكتير على يناير الجاي، لأن احنا عادنا نحسبها بقى حسب، لأنه عامل دوكيمنتس، يعني مش راجل قاعد بيقول كلام مرسل، لا ده بيعمل محاضرات مهمة جدا محجوزة بالسنين لقدام في لندن عشان يقول للشعوب الإنجليزية الإنجليز يعني اللي بيحضروا الحاجات دي، يقول لهم شوفوا فلوس ضرائبكم كشعوب يعني بتروح فين، حكومات بتاعتكم، هو مش بيعمل ده لنا خالص. دفعتي ثمن التصريحات دي طبعا لغايه دلوقتي في كل العصور بقى. ازاي؟ ما اعرفش، انا فعلا ما اعرفش وما يهمنيش اعرف ازاي خالص، مش شغلي يعني. لا حد مثلا رفض يشغلك عشان انت ضد الثورة؟ لا ده على طول على طول على طول على طول سماح اكست كنت اقول